لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الحيض من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قوله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، هكذا بالجر عطفا على غسلي، أي تسريح شعر رأسه. هذا الباب عقده أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لبيان جواز خدمة الحائض زوجها. ثم أورد أبو عبد الله في الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو مطابق لما ترجم له من جهة الترجيل، من جهة تسريح شعر الرأس، وألحق رحمه الله تعالى الغسل به قياسا، لأن المنصوص عليه في الحديث المنطوق الترجيل، ماشي كده، فألحق به الإيه، وهذا ما يسمى بالقياس الجلي كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. أو إشارة إلى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض، فإنها صريحة في ذلك، وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة، لا بتعمل إيه؟ نعم، وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها، الرواة في هذا الإسناد خمسة: عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد المصري، ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، حدث عنه البخاري وبواسطة أبو داود والنسائي والترمذي. الثاني: مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين رحمه الله. الثالث: هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو المنذر المدني، ثقة فقيه ربما دلس، أبوه عروة ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة، الخامس: عائشة بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها، أم المؤمنين وأفقه نساء الأمة على الإطلاق. لطائف هذا الإسناد: أولا، هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى أن إسناده أو هذا هذه الترجمة على شرط الأئمة الستة إلا شيخه، فما أخرج له مسلم ولا ابن ماجة. أن الإسناد كله مدنيون إلا شيخه، وقد دخل المدينة، إن معروف أن الإمام مالك ما كانش يخرج إيه من المدينة، لحديث في ذلك في فضل المدينة رحمه الله تعالى. أيضا هذا الإسناد مسلسل بالفقهاء من مالك إلى منتهى. أيضا أنه من رواية لابن عن أبيه وتابعي عن مثله عن صحابية هي خالته، إن معروف هشام تابعي وأبوه أيضا تابعي، وأم المؤمنين عائشة تبقى خالة عروة. نعم، أيضا أن عروة أحد الفقهاء السبعة، أن عائشة رضي الله عنها أحد المكثرين السبعة وأفقه نساء الأمة على الإطلاق، أن هذا الإسناد يعني هشام عن أبيه عن عائشة معدود من أصح الأسانيد،
تخريج هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه البخاري هنا في الحل في مواضع، وأخرجه في كتاب الاعتكاف، وأخرجه أيضا في كتاب الجهاد. الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، وأخرجه النسائي في الحيض عن قتيبة يعني ابن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة به، وهذه متابعة تامة، وهذه متابعة تامة، لأنها من مبدأ الإيه؟ من مبدأ الإسناد. فهنا قتيبة مع مين؟ مع التنيسي عبد الله بن يوسف. نعم. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذه أيضا متابعة تامة، وهذه أيضا متابعة تامة. شرح الحديث قولها كنت أرجل أي أسرح شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه مجاز الحذف، ففيه مجاز الحذف، لأن الترجيل للشعر لا للرأس، الترجيل للشعر لا للرأس، ويجوز أن يكون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، وإرادة الحال. قولها وأنا حائض لم تقل حائضة بالتاء لعدم الإلباس، لأن الحيض مختص بالنساء فمش محتاجة لتاء الإيه؟ نعم نعم. والجملة اسمية حالية، الجملة اسمية حالية. قال أبو عبد الله حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه صلى الله عليه وسلم، وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهي حائض. لاحظ هنا أن عروة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه سئل، واحد بيسأله المرأة في حال الحيض تخدمني، يعني يجوز لها أنها تخدمني، والخدمة دي فيها شيء من الملامسة، تدنو مني تقترب مني، يبقى فيه ملامسة بيني وبينها، واضح كده، وهي جنب أيضا يجوز هذا، واضح. فقال عروة كل ذلك علي هين، يعني كل ذلك إيه؟ كل ذلك يجوز، وكل ذلك يعني الحائض والجنب تعمل إيه؟ تخدمني. طيب، وعد المسألة وليس على أحد في ذلك بأس، يعني أي حد يجوز له إيه؟ هذا الأمر. طيب، هنا لازم الكلام يكون معضد بالدليل، فساق الإيه؟ الدليل. أخبرتني عائشة، أخبرتني عائشة، وده من فطنته رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، لأنه حيطالب بالإيه؟ بالدليل. أنت بتقول الكلام ده وده فتوى ولا فيه نص عندك في هذا الأمر؟ فأم جايب أي الإيه بقى؟ أخبرتني عائشة رضي الله تبارك وتعالى أنها كانت إيه؟ ترجله، يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال أنها إيه؟ يبقى فيه ممثل ولا مفيش ممثل، وفيه دنو ولا مفيش دنو، يبقى فيه دنو وفيه ملامسة إلى غير ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور فين؟ في المسجد، يعني معتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم، يعمل إيه؟ يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم. طبعا معلوم أن حجرة عائشة ملاصقة للإيه؟ مش هي اللي بتدخل، لكن هو بيخرج إيه؟ رأسه صلى الله عليه وسلم وهي في الحجرة، فتسرح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إيه؟ وهي حائض، وهي حائض. طب هي حائض، طب فين الجنابة؟ فإذا كانت في حال الحيض يبقى الجنابة إيه؟ أيوة نعم. الرواة في هذا الإسناد ستة: إبراهيم ابن موسى ابن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق الرازي ثقة حافظ يلقب الصغير، وكان الإمام أحمد ينكر على من يقول له الصغير، ويقول هو كبير في العلم وفي الجلالة، هو كبير في العلم والجلالة.
حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود والباقون بواسطة، له في صحيح أبي عبد الله 81 حديث وحديث واحد في المتابعات، وله عند الإمام مسلم 12 حديث، له عند الإمام مسلم 12 حديث. الثاني هشام بن يوسف الأبناوي أبو عبد الرحمن الصنعاني قاضي صنعاء ثقة، قال الذهبي من أقران عبد الرزاق، من أقران عبد الرزاق، لكنه أجل وأتقن، لكنه أجل وأتقن. قال أبو زرع الرازي هشام أصح اليمانيين كتابا، أصح اليمانيين كتابا. وقال عبد الرزاق إن حدثكم القاضي، إن حدثكم القاضي يعني هشام بن يوسف، فلا عليكم ألا تكتبوا عن غيره، ألا تكتبوا عن غيره. وقال ابن معين كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف، أثبت من هشام بن يوسف. قال وكان هشام بن يوسف أثبت منه في حديث ابن جريج. ولذلك شوف الإمام البخاري انتقى مين، فدائما أبدا الإمام البخاري ينتقل إيه؟ الذروة. نعم نعم. وأقرأ لكتب ابن جريج من عبد الرزاق، وكان أعلم بحديث الثوري من عبد الرزاق، فأنا أعلم بحديث الثوري من عبد الرزاق. الثالث عبد الملك، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد وأبو الوليد المكي ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، وهو أول من صنف في الإسلام، وباقي الإسناد تقدم. لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى أنه على شرط الأئمة الستة سوى هشام بن يوسف ما أخرج له مسلم، أن رواته ما بين رازي وصنعاني ومكي ومدني. في هذا الإسناد لطيفة، وهي اتفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه، مثاله هذا ابن جريج عن هشام بن عروة، ماشي كده؟ طيب. وعنه هشام، وعنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف، الأدنى مين؟ هشام بن ابن يوسف، فده تلميذه بيروي عنه، والتاني برضه بيروي ابن جريج بيروي عن مين؟ عن هشام بن عروة، فدي من اللطائف. أن هشام بن يوسف من أثبت الناس في ابن جريج. قوله أتخدمني الحائض أو تدنو، أي تقرب مني المرأة وهي جنب، جنب يستوي فيه المذكر والمؤنث كما تقدم، والواحد والجمع، لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب، والجملة اسمية حالية. قوله كل ذلك أي الخدمة والدنو أي القرب علي هين أي سهل، وكل ذلك أي الحائض والجنب، وكل رفع بالابتداء أو منصوب على الظرفية. وجازت الإشارة بذلك إلى اثنين، كما في قوله تبارك وتعالى عوان بين ذلك، هي عوان بين الفارض والإيه، بين المسنة الهرمة وبين الإيه الفتية الصغيرة، فهي عوان بين إيه، بين ذلك. نعم. تخدمني وليس على أحد، يعني لا أنا ولا غيري، أنا وغيري، في ذلك بأس أي حرج. قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجاور أي معتكف، وثبت هذا في التفسير في نسخة الصاغاني في الأصل. وحجرة عائشة كما هو معلوم كانت ملاصقة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألحق عروة الجنابة بالحيض، الجنابة بالحيض قياسا، الجنابة بالحيض إيه؟ قياسا، وده اللي بيقولوا القياس الإيه؟ القياس الجلي، القياس الجلي، لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنوب، أكثر من الإيه؟ أكثر من الجنوب. وألحق الخدمة بالترجيل، وألحق الخدمة بالترجيل بالتسريح الإيه؟ يبقى باقي الأمور إيه؟ يدخل في ذلك أيضا بالقياس. القياس الجلي وهو ما يسميه الإمام الشافعي رحمه الله القياس الذي في معنى الأصل، القياس في معنى الإيه؟ في معنى الأصل. ومعناه أو كما هو في تعريف الأصوليين إلحاق مسكوت عنه، إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به لعدم الفرق المؤثر في الحكم بينهم، إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به لعدم الفرق المؤثر في الحكم بينهما، زي كده الحائض والإيه؟ والجنب، فالجنب مسكوت عنه، ماشي كده، فتلحق بالإيه؟ بالحائض، فتلحق بالإيه؟ بالحائض، لعدم الفرق المؤثر في الحكم بينهما. وعندنا في الأمثلة في الكتاب والسنة من هذا الشيء الكثير، فمثال قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف،
فلا تقل لهم أي أف. فلا شك أن النهي عن التأفف المنطوق به في النص المنطوق به في الآية الكريمة يدل على أن النهي عن الضرب المسكوت عنه من باب الإيه؟ نعم. وقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، لا شك في أنه يدل على أن شهادة أربعة عدول مقبولة أولى منين؟ أولى من اثنين؟ نعم. وإن كانت شهادة الأربعة مسكوتا عنها، وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية بالعمياء، فإذا كانت العوراء لا تجوز الإيه؟ فيبقى العمياء أيضا من باب إيه؟ نعم. مع أن ذلك كله مسكوت عنه، وكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم في البول عن البول في الماء الراكد، لا شك في أنه يدل على النهي في البول في قارورة كما عند ابن حزم وصب البول من القارورة في الماء الايه في الماء الراكد، فهذا شذوذ من الايه شذوذ من القول، إذ لا فرق يؤثر في الحكم بين البول فيه أي في هذا الماء مباشرة وبين صبه في قارورة ثم ايه ثم صبه في الماء، وأمثال ذلك كثيرة جدا وأمثال ذلك كثيرة جدا. فوائد هذا الحديث: أولا، فيه جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وهو صريح فيما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وذلك من جهة الترجيل المنصوص عليه، وألحق به الغسل قياسا وألحق به الغسل قياسا. فيه أيضا أن ذات الحائض طاهرة وأن حيضها لا يمنع ملامستها خلافا لإيه؟ لليهودي، خلافا لليهودي. فيه جواز خدمة الحائض زوجها، فيه جواز خدمة الحائض زوجها. أيضا في ترجيل عائشة لرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض دليل على أن طهارة بدن الحائض وعرقها، دليل على طهارة بدن الحائض وعرقها، وأنه ليس منها شيء نجس غير موضع الحيض، وذلك ولذلك قال لها صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، حين سألها أن تناوله الخمرة فقالت إني حائض إني حائض. فيه أيضا أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدمات الجماع ومقدمات الجماع. فيه أيضا أن الحائض لا تدخل المسجد، أن الحائض لا تدخل إليه المسجد، لأنها كان إيه؟ ما كانتش هي اللي بتدخل. ماشي. وفي قول أم من عائشة لما قال ناولين الخمرة من المسجد قالت إني إيه؟ فقال حيضتك ليست في إيه؟ ده دليل عنها إيه؟ ستتناولها بيدها. واضح كده. ويبقى المقرر عندها إيه؟ أن الحائض لا إيه؟ لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد. نعم. فيه ما قال ابن بطال، فيه حجة على الشافعي في قوله أن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء، أن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء. قال الحافظ ولا حجة فيه، لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، أن الاعتكاف لا يشترط فيه الإيه؟ فيه الوضوء. وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة، وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء. وطبعا تقدم هذا الأمر في كلام الأئمة في حكم مس المرأة، في حكم مس المرأة وهل هو من نواقض الوضوء، وقلنا أن الراجح عدم نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا، بمس المرأة مطلقا. واضح كده. حتى لو كان بشهوة، لأن الحكم يدور مع مع علته وجودا وعدما، والشرع لما أناط النقض أناط بخروج شيء من من السبيلين، من الفرج، من القبل أو من الدبر. واضح كده. ولم يوجد في الشرع أن النقد بمس المرأة، بمس المرأة. وطبعا ده على قراءة ابن مسعود، وتقدم الكلام في هذه المسألة، ورجحنا هناك هذا هذا القول بعدم النقد مطلقا، بعدم النقد مطلقا، إلا إذا كان في باقي ترتب على ذلك شيء من مذي أو غير ذلك، فهنا يكون هنا يكون النقد، لكن النقد مش مش للمس، لكن النقد للخارج، النقد للخارج. نعم. كذلك فيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغير ذلك وغير ذلك، وده المأخوذ على على الترجمة، كل ده داخل فيه بالقياس، كل ده داخل فيه بالقياس. نعم.
قال النووي: وذلك برضاها، يعني عايز يقول ان خدمة المرأة لزوجها يكون بإيه؟ برضا المرأة، برضا الزوجة. وأما بغير رضاها فلا يجوز، وأما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط. قلت: قد تظاهرت دلائل الكتاب، دلائل الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح على جواز استخدام الزوجة، على جواز استخدام الايه؟ الزوجة. فمن الكتاب قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالآية نص في وجوب ما تعارفه الناس، اعمال الايه؟ اعمال العرف، اعمال العرف فيما تعارفه الناس، ما لم يخالف نصا شرعيا، ما لم يخالف العرف ايه؟ نصا شرعيا. ومن ذلك خدمة الزوجة لزوجها، وليس مقصود النكاح الاستفراج فقط، ليس هذا هو مقصود الايه؟ النكاح فقط. نعم. والقاعدة في ذلك أن المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص أو بالشرط، المعلوم بالعرف كالمعروف بالنص أو بالايه؟ أو بالشرط. ومما يزيد الأمر وضوحا ما كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج الصحابة، فإنهن كنا يخدمن أزواجهن، كما دل عليه حديث عائشة في الباب وما تقدم في كتاب الغسل. وعن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ تزوجت؟ فقلت: نعم. قال جابر: نعم، رضي الله عنه. قال: ماذا صلى الله عليه وسلم؟ أبكرا أم ثيبا؟ تزوجت بكر أم إيه؟ أم ثيب؟ قلت: لا، بل ثيبا. بل إيه؟ بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد رضي الله عنه، وترك 9 بنات، كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء. اللي هتبقى بكر وصغيرة دي معاهم هيجننوه، إذا كان معاه إيه؟ فحيحط لهم كمان واحدة، يبقى كده ده ما مسألة دي. نعم. فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن. وشوف اللفظ خرقاء، مثل إيه؟ مثلهن، تبقى دي مش هتبقى عيشة، مش هتبقى حياة. طيب، ولكن شوف بقى الحجة، ولكن امرأة تمشطهن. يبقى في خدمة ولا فيش خدمة؟ وده من متعارف عليه ومش متعارف عليه؟ متعارف عليه، ماشي كده. طيب، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. وتقوم عليه يعني برعايتهن ورعاية بيتي ومصالحي إلى غير ذلك من هذه الأمور المعروفة. الشاهد بقى ده التقرير بتاع مين؟ الحجة بتاعت جابر. فقال له صلى الله عليه وسلم: أصبت. يبقى أقر ولا ما أقره صلى الله عليه وسلم؟ أقر صلى الله عليه وسلم، أقر صلى الله عليه وسلم، قال أصبت. الحديث متفق عليه. أيضا فاطمة وهي سيدة نساء العالمين بالنص، ماذا كانت تفعل في بيتها؟ حتى شكت إلى علي وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تعانيه من الرحى، مجل يديها من شدة الرحى، تعمل إيه؟ تشوف كده اللي بيشتغل يحصل إيه؟ تعمل مية، وبعد كده تلاقي بعض القروح كده تعمل إيه؟ تنشف وتبقى الإيد خشنة. فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش ان ما يشترطش لك الخدمة ولا يجوز لك ولا كذا ولا كذا ولا، وكل يقول لك لا، ده كان لأجل ان هم كانوا مشغولين عن الصحابة بالجهاد وكذا وكذا. كل هذا كلام لا يستقيم. المهم الايه؟ الدليل الذي ينص على ذلك، الدليل الذي ينص على ذلك. طيب، ايضا من الأدلة حديث أسماء رضي الله عنها، اخت من عائشة بنت ابي بكر. فعن أسماء انها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت. الزبير بن العوام أحد العشرة وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده. كنت أخدم، يبقى في خدمة ولا فيش خدمة؟ خدمة الإيه؟ خدمة البيت. شوف بقى: وكان له فرس وكنت أسوسه. شوف القضية لذلك، لأن حتى أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أعطاها عبدا من
من الفتوح وكذا وكذا، بس يكفيها سياسة الفرس. قال فكأنما أعتقني. الشاهد هنا إن كانت بتخدم ولا بتخدمش، بتخدم بالنصه واضح كده، وده من الاطلاع اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يطلع؟ طلع. وده في زمان التشريع ولا مش في زمان التشريع؟ في زمان التشريع. وما فيش قال ان ذلك ان ذلك ان ليس بايه، ليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه، انما الواجب الايه، تمكين نفسها هذا. نعم. فلم يكن من الخدمه شيء اشد علي من سياسه الفرس. يعني حتى سياسه الفرس كانت ايه، وكانت طبعا الحديث طويل يعني، وكانت تطلع على ثلثي فرسخ عشان تحمل الايه، النوى للناضح. شوف المساله، الجمل اللي بيستقوا عليه الماء وكده، شوف المساله وتعمله من ثلثي فرسخ حتى تاتي به الى ايه، الى دارها. ومعروف القصه في ذلك لما راها النبي صلى الله عليه وسلم فاناخ لها، الحديث المعروف تحمله، تحمله على كل ذلك. فطبعا والجهاد ما كانش يعني ما كان، لكن كان فيه وفيه مش كده، ما كانش على طول ايه مستمر اللي بيقول كده، واضح. فالشاهد هو خدمة المرأة ليه، لزوجها. وفي هذا وغيره دليل على ان على المرأة القيام بجميع ما يحتاج اليه زوجها من الخدمة. دي النصوص سواء من القرآن وسواء كمان من أدلة الايه، من أدلة السنة. وادي كمان حديث مين، عروة أحد الفقهاء السبعة، وهو بيسأل المرأة تعمل كذا وأدنو منها وتخدمني وكذا، وهو بيقول له كل ذلك علي إيه، علي هين، وجاب الدليل على ذلك، الدليل المنطوق، وعمل عليه إيه؟ القياس، وعمل عليه القياس اللي هو القياس الإيه، القياس الكلي. والجمهور الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أن خدمة الزوجة لا تجب عليه، أن خدمة الزوج لا تجب عليه، يعني لا تجب على الزوجة، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة. يعني أنتم متفقين أن العادة والعرف الإيه؟ الخدمة. لكن الإشكالية في الإيه بس عند الفقهاء مسألة الوجوب من عدمه، واضح كده. لكن أنتم مسلمين أن أنها تجري على تفعل الإيه، العرف، أن العرف والعادة إيه؟ محكمة، العادة محكمة. طيب. وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانة لا قضاء، ديانة لا إيه؟ لا قضاء. وجمهور المالكية وأبو ثور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها، الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها. ولا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت، أن تخدم زوجها بلا خلاف، سواء كانت ممن تخدم نفسها، ممن تخدم نفسها، أو ممن لا تخدم نفسها. يعني كانت امرأة لها قدر لها مكانة في بيت أهلها مثلا، عندها خدم وكذا وكذا وكذا، وأيضا عندها من الخدم في بيتها، لكن في أمور باطنة، يبقى دي مسؤول عنها مين؟ الزوجة. يعني في خدمة ولا فيش خدمة برضو؟ أما في خدمة برضو، في خدمة. نعم. إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة، إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة. والقول بالوجوب، القول بالوجوب رد للمختلف فيه إلى المتفق عليه، رد للمختلف فيه إلى المتفق عليه. يبقى رجعنا الإيه، إلى الأصل، والأصل هو الإيه، الخدمة، الأصل هو الإيه، الخدمة. نعم. طيب. أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل بذلك اعتكافه، لأن كل هذا لا يسمى إيه؟ خروج. نعم. أن من حلف ألا يدخل دارا أو لا يخرج منها فإذا أدخل أو أخرج بعضه لا يحنث بذلك، لا يحنث به بذلك. نعم. أن في إخراجه رأسه دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف، على اشتراط المسجد للاعتكاف، وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف ألا يخرج منه لم يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما، ويعتمد عليهما. أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، قال الترمذي بعد إخراجه حديث عائشة هذا. والعمل على هذا عند أهل العلم، إذا اعتكف الرجل ألا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، واجتمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء الحاجة، يعني لقضاء حاجته من غائط وبول. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض،
وفي شهود الجمعة. علشان كده يقول لك لما كل اعتكاف في كل اعتكاف في مسجد ايه جامع حس انت من شروط انا عايز ايه. ودي من الاخطاء اللي بتحصل لك، اصل انا عايز احضر ايه خطبة الشيخ فلان. سبحان الله، فين الكلام دوت؟ جبتوه منين؟ نعم. وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه ألا يعتكف إلا في مسجد الجامع، إلا في مسجد الإيه الجامع، المسجد اللي هتقام فيه الإيه، نعم، لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان. طبعا إذا كانت في حاجة الإنسان في المسجد وكده يبقى مفيش خروج. نعم، لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى. وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض، والله تعالى أعلى وأعلم. ويأتي بقى مزيد له في بابه إن شاء الله. قال ابن بطال الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه وهو من النظافة، وقد ندب الشرع إليها وقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وطبعا عند كل مسجد هنا يعني عند كل صلاة، عند كل صلاة. نعم. وأما حديث عبد الله بن مغفل أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني أحيانا وأحيانا ما يبقاش على الإيه. نعم. رواه أبو داود وهو صحيح لغيره. فالمراد به ترك المبالغة في الترفه، وقد روى أبو أمامة ابن ثعلبة رفعه البذاذة من الإيمان، رواه أيضا أبو داود بإسناد الحسن. والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة، والمراد به هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة، لا بسبب جحد نعمة الله تعالى، لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم. قال ابن عبد البر أراد به اطراح الشهوة في الملبس والإسراف فيه الداعي إلى التبختر والبطر، ده هيعمل فيه في النفس. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا خبر هذا الرجل الذي كان يمشي يعني في مرجل ثيابه ومرجل جمته مسبل إزارة، والعياذ بالله ما تعجبه إيه؟ مليء بالفخر والخيلاء، حصل إيه؟ خسفت به الأرض، خسف الله عز وجل به الإيه؟ به الأرض. نعم. وعن فضالة ابن عبي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، دروه أبو داود والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح. وسمى النسائي الصحابي هناك عبيدا، قال المزي في الأطراف وهو وهم، والصواب فضالة ابن عبيد. قال الحافظ الإرفاه بكسر الهمزة وبفاء وآخره هاء التنعم والراحة، ومنه الرفه بفتحتين. وقيده في الحديث بالكثرة، بالكثير، دليل على أن المعتدل جائز، نعم، إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم، وبذلك يجمع بين الأخبار، يجمع بين النصوص. وعن أبي هريرة رفعه من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود بإسناد حسن. وله شاهد من حديث عائشة في الغيلانيات، وسنده حسن أيضا، قال ابن عبد البر وفي ترجيله شعر، صلى الله عليه وسلم وسواكه وأخذه من شاربه ونحو ذلك ما يدل على أنه ليس من السنة ولا الشريعة ما خالف النظافة وحسن الهيئة في اللباس والزينة التي من شكل الرجال للرجال ومن شكل النساء للرجال.
النسائي. معنا وقت ولا 10 دقائق؟ طيب نرجع هذا للحديث القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني حتى لا نقطع الحديث نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.